أعلنت وزارة الصحة عن استضافة الكويت يوم الأحد المقبل الاجتماع 89 للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي لعام 2019 بدول مجلس التعاون، موضحة أن إنشاء اللجنة يهدف إلى توحيد الإجراءات وأنظمة دول المجلس المتعلقة بالتسجيل الدوائي. كما تعمل اللجنة على إنشاء برنامج مركزي موحد لتسجيل شركات الأدوية لدول المجلس واستحداث سياسة موحدة لتسعير منتجات الشركات الدوائية ووضع الضوابط على الشركات التي لا تلتزم بأسس الممارسة التصنيع الجيد.